لا يا اختي والنبي مش ناقصه حد، هطلع معاكي على اللوكان ده غير هدمتي وبعدين اطلع على الحته اللي انا ساكنه فيها. براحتك بقى والله انا تعبت معاكي. جايين من مين في ساعه زي دي؟ كنا في فرح عقبال عندك. معزومين ولا كنتوا بترقصوا؟ الله، وايه لازمته الكلام ده؟ انت مركبه منين؟ من
مني ده انت حكايتكم حكايه والا مشيكم في نص الليل. هو ايه قصده ده؟ بنقول لحضرتك كنا في فرح. هو المشي في الشوارع منعوه بالليل بقى ولا منعوه؟ مش ممنوع لما اكون ماشيين عدل، وده اللي هنعرفه الاسم. هو ايه اللي هتعرفوه يعني؟ لو كان مشيكم عدل ولا بطال. امين محمود وديهم الاسم وسلموا للظابط عصام. يا باشا الله لا يسيئك، سيبنا نروح لاهلينا هيقلقوا علينا. قطعت قلبي. وريني بقى مطايقكم. اتفضل. الله 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 الله. كده بقى وضحت الرؤية. لا تعليم ولا وظيفة. أيوة يا باشا، بس مش زي ما أنت فاكر. إحنا مش من الناس اللي أنت فاكرنا منهم. وهم مين اللي بفكركم منهم؟ يا باشا أنا هريحك. إحنا كنا وسط ناس من كل شكل ولون. ناس رايحين عشان ينبسطوا. معاهم فلوس قد كده، ورحمة أمي من كتر فلوسهم بيرموها على رجلينا وعلى دماغنا. أنا مش قادرة. أنتوا سايبين الناس دول وجايين تمسكونا إحنا؟ إيه يا بنت المجنونة؟ اخرف! انت كمان احنا عملنا حاجة غلط! كل ده عشان بنجري على لقمتنا من تحت رجلنا الخلف! اكشف على سموم يا امين. وإن كانش له ملف أو سوابق سيبهم وروحوا. حد شافك أو خد نمرة العربية؟ معرفش يا دلال. البنت اللي أنت خبطتها عايشة ولا ماتت؟ معرفش بقى يا دلال معرفش. الزفتة اللي كانت معاك عملت إيه؟ خدت تاكسي بعد الحادثة روحت بيه. وعايز أعمل لك إيه؟ دي جناية! يعني إيه؟ هتسيبيني تسجن؟ تتسجن ولا تتشنق ولا تروح في 60 داهية. أنا زهقت منك ومن عمايلك السودة. إيه دي آخرة السكر والعربدة؟ خبطت واحدة ومحناش عارفين عايشة ولا ميتة ولا الحكاية دي هتخلص على إيه؟ هتضيع وتضيعني معاك وده اللي مش هسمح بيه أبداً. مش هيلتافه زيك هو اللي هيديني كل اللي بنيته. فيه يا ماما؟ ماله سامي؟ أنت اللي نزلك من أوضتك؟ اطلعي فوق يلا. طيب أفهم بس في إيه؟ مشكلة بيني وبين المحروس خالك. يلا مش طايق فوق. طيب يا ماما اللي تشوفيه حضرتك. ايوه يا رمزي تعالى لي حالا نشوف المصيبه اللي عملها اخوك. مش هحكي لك في التليفون. 10 دقايق وتبقى هنا. لا 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 مش هتاخر عليك مسافه السكه. ايوه بعدين بقى. الف الف سلامه على البرنسيسه اختك. ايه عندها صداع ورايحه تشتري لها دواء من الاجزخانه ولا هتجيب لها حاجه من السوبر ماركت؟ وبعدين يا منى هو انا مش من حقي اعرف جوزي رايح فين واحنا في وش الفجر؟ مشكله وقع فيها سام اخويا. يا سلام وما تستناش للصبح المشكله دي. ده انت اول مره تيجي النهارده بدري من شهر فات. ايوه اعمل ايه بقى هو نصيبي كده؟ نصيبك ولا تعليمات الست الهانم اختك اللي ما تقدرش تاخر لها طلب. انا نفسي افهم حاجه واحده، انت شريكها ولا سكرتيرها الخاص ولا شغال عندها؟ وبعدين بقول لك اقفل الموضوع ده خالص، سيبيني علشان الحق انزل اخلص المشكله دي. طيب يا رمزي وهنشوف انا ولا البرنسيسه دلال الضبع. الله ايه الحكايه يا جاب؟ ايه اللي جاب رمزي بيه في ساعه متاخره زي دي؟ الله اعلم. تلاقي سيسامي بيه عامل عامله من عمايله السودة، بس الظاهر المره دي العامله تقيله حبتين يا اسطى بدوي. ربنا يسترها معانا، ربنا يكفينا شر الدنيا وناسها. انما قول لي انت ايه اللي مقعدك لغايه دلوقتي؟ انت مش قلت انك هتستاذن الهانم وتروح تبات في وسط عيالك؟ ما هو على يدك يا جابر، انا لسه جاي بالهانم يا دوبك من ساعه. بالله عليك كنت هروح امتى ولا اشوف العيال امتى ولا حمام امتى؟ اهي ليله بقى وبجملت بدل شحتفتي رايح جاي في انصاص الليالي في الشوارع. ده غير بقى ان رجليا مولعه من السواقه طول النهار والليل. العظمة كبرت يا جابر والصحة ما بقتش زي الأول. تعرف لو ما كانش فيه كوم لحم في رقبتي أنا كان زماني ريحت الجتة من زمان. ربنا يقويك ويعينك يا اسطى بدوي. يعين الله يعين الله يا اسطى جابر. شوف لك حل في المصيبة اللي عملها أخوك وريني هتطلعه منها ازاي المرة دي. كل مرة أنا اللي بشيل مصايبه وأقول معلش بكرة يكبر بكرة يعقل. لا بيكبر ولا بيعقل وهو ضرباها على دماغنا كلنا. يا دلال اهدي شوية علينا نعرف إيه اللي حصل. أنا أقول لك إيه اللي حصل. البيت كان سايق وهو سكران خبط واحدة معدية في الشارع ويا عالم كانت عايشة ولا ميتة. الكلام اللي بتقوله أختك ده سليم؟
حد لقط نمره العربيه؟ سالته قال لي ما اعرفش. طب وبعدين اهدوا شويه، لما النهار يطلع انا هعمل اتصالاتي وعلى ضوءها هنعرف نتصرف. اسمع يا رمزي، مهما كان اللي حصل ومهما كان اللي هتعمله، انا مش عايزه اي شوشره على اسمي اكتر من اللي عاملاها لي الجرايد، وكفايه بقى يا اولاد سيد الضبع. وبعدين معاك يا دلال، اهدي امال انت بالشكل ده عايزانا نتخلى عن اخونا؟ معقوله ده اخونا برضه؟ يا ريته ما كان. اسمع يا رمزي، انا طول عمري شايله همكم لغايه ما زهقت، كفايه من هنا ورايح كل واحد يشيل هم نفسه، وكفايه بقى اللي انا فيه، واذا كان قلبك عليه قوي خليه يا سيدي يعيش عندك وبقابلني لو فلح. يعني ايه؟ هتسيبونا ضيعة؟ يا أهل الدار خير يا راضية؟ مساء الصباح. امال زاهر وام زاهر فين؟ في اوضتهم، هطلع صحيهم واعمل لك الشاي. راضية ولدك مهران سافر؟ ايوه سافر. معلش يا راضية، ان شاء الله هتشفع له عند الكبير وربنا يقرب البعيد ويرجع ولدك لبيته ولأمه. مكتوب والمكتوب ما منوش مهروب. ربنا يطمنكم عليه يا راضية. وعموما إن احتاجتي أي حاجة ليكي أو لنوارة أنا موجود. كتر خيرك. خدي يا راضية. لزوميه دول؟ حطيهم في سيالتك وما تسأليش، أكيد مهران لما سافر كان محتاج قرشينات، وتلاقيكم لميتوا كل قرشيناتكم وديتوها له. مستورة والحمد لله. وبعدها لك يا راضية، قلت لك حطيهم في سيالتك، اشتري بيها حاجة لازماكي أو لازم نوارة. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك ابدا. اتفضل اروح اصحيهم. كيفك يا ام زاهر؟ لساكم نايمين يا صاحين من نجمه بغلاوتك؟ هو بسلامته زاهر اللي داخل فرشته وش الصبح ولسه نايم؟ انا صحيت يا مان. صباح الخير يا خال. صباح الخير يا زاهر. شايف العجله راضي؟ ملوش عازه الشاي، مستعجل ورايا كام مشوار. انا بس كنت جاي اطمن عليكم واقول حاجه لزاهر كان سالني رايي فيها. فاكرها يا زاهر؟ اوه فاكرها يا خال جرايه. ايه ومالك اتخذت كده؟ امال تعمل ايه لو قلت لك رايي قدامهم؟ موضوع ايه عثمان اللي ولدي زاهر عايز ياخد رايك فيه؟ زاهر هو صاحب الشأن، لو حابب يقول لك كان قال لك. طب اوصلك يا خالي وبعدين نتكلم براحتنا. اتفضل. فوتك بعافيه يا ام زاهر. وايه العباره؟ انت ليه فتحت الموضوع بالعين يا جد امي يا خالي؟ يبقى لساك ما استوعبتش الدرس اللي اتعمدت اديهولك يا زاهر يا ابن كبير الناحيه. مش فاهمك يا خالي. الشيء اللي حابب تعمله وتخجل تقوله قدام اقرب الناس ليك ما تعملوش يا زاهر. هو ده رايك النهايه يا خال؟ انت ليك عليا حق النصيحه واني وعدتك ارد عليك،
وديه ردي. بس تاني رأيي تنورة. قلت لك رأيي وما تنتظرش مني مساعدة. واصل. موضوع ايه يا زاهر اللي بينك وبين خالك عتمان ومقدرك كده؟ ولا حاجة يا ماري ولا حاجة. كذاب يا زاهر. خالك عتمان كان جاي مخصوص عشان يتحدث معاك في ايه؟ قلت لك ولا حاجة يا ماي ولا حاجة. سيبيني في حالي بقى. مش معقول مهران ولد عبد الدايم بالحد يا مهران. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فتيحة. اهلا وسهلا. ازيك يا عمي؟ الحمد لله. وانت كمان والله. تعال اتفضل. ازيك يا فتيحة؟ عامل ايه؟ وفرع بنت ايوب. ايه يا امريه يا اختي بتنكتي قوي. عاجبك شكلنا كده واحنا خارجين من اسم وش الصبح بالفساتين السواري؟ اه يا شريفه الناس هتقول عليكي ايه؟ فضحتك بقت بجلاجل يعني. يا اختي قولوا لي قولوا لي يعرف ابويا يروح يقول له. طب يلا يا اختي يلا وقفلنا تاكسي. وبعدين بتقولي تقوم وقفتنا لحد الصبح على رجلينا دي هكوم تاني. يا بنتي قولي وقفي تاكسي بدل ما الناس تتلم علينا تبقى فضحتنا بجلاجل. فضيحه الشر بره وبعيد. بقول لك ايه ما تقوليش كده. احنا كان عندنا فرح وقضيناه جوه الاسم. فيها حاجه دي؟ يا سلام تاكسي. والله وليك وحشة يا مهران. أخبار النجع وناسه إيه؟ أهو زي ما هو كل يوم بيزيد جتامة عن اليوم اللي قبليه. مش هتصدقني لو قلت لك إن النجع وناسه وحشوني قوي. النجع وناسه وحشوك؟ تخبلت ولا إيه يا فتيح؟ تعبت من غربتي هنا في مصر. حاسس إن في سجن كبير مليان خلايق محدش يهمهم أمري سواء عشت أو مت. نمت جعان ولا شبعان؟ خليك مطرحك افتيحة. اديك تايه وسط الخلايق. وانت فكرك اني مطمن وحاسس بالامان؟ ابدا يا مهران. الخوف معشي جوايا وحرمني من طعم الدنيا. بنام واقوم وعيني في نص راسي خايف لا يصيبني عيار ينهي حياتي. بقول لك ايه اخباري ايه عند اولاد زيدان؟ ولا عمرهم نسيوك ولا هنسوك افتيحة. من يوم ما هربت من النجح والنار زادت في قلوبهم وراسهم والف سيف. اناني الوحيد اللي هدلهم على مكانك. وعلى الويل والجرف بقى اللي شفته منيهم يومات على الله عراق وخناق لحد ما كبير النجح حكم عليا بتغريبه. حكم هو لا طايقني ولا اني طايقه من زمان ولله في لله. وزي ما تقول كده انا ما صدقت. جت لي على الطبطاب شديت الرحال وجيت على هني. حد منهم نظرك وانت جاي أو يعرف إنك جاي لي؟ معقولة هسلمك للموت بيدي أفتحة؟ غصب عني يا مهران إن كنت بسألك. لساني عشمان أعيش. أنا في رقبتي كوم لحم تلات عيال وأمهم وحرام أضيعهم معايا. ألو أهلا يا حبيبتي. صباح الفل على عيون حبيبة قلب بابا من جوه وأجمل بنوتة في الدنيا. أنا آسفة إذا كنت أزعجت حضرتك يا سيادة اللواء. أنا بس قلت أكلمك أفكرك بنفسي. اسمع بقى يا سيدي. أنا اسمي نهى عزة هاشم طالبة جامعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. قهوة التدبير المنزلي ورياضتي المفضلة هي الاسكواش. وبحب بابي قوي 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 رغم ان صورته قدامي ما بتفرقنيش ليل ولا نهار. قلت بقى اكلمه افكره بنفسي احسن يكون ناسيني. طب بذمتك لما انسى حبيبه قلبي انه هيبقى هفتكر مين؟ ايه يا حبيبتي قولي لي بس ايه اللي مزعلك من بابا كده؟ يومين يا بابي يومين ما تتصلش بيا ولا اسمع صوتك وكمان تقول لي ايه اللي مزعلك. في دي بقى عندك حق. الحقيقه كنت مشغول لشوشتي في قضيه كانت واخده وقتي ليل نهار وكنت ناوي اول ما اوصل المكتب اتصل بك على طول بس انت سبقتي بقى طبعا لانك وحشاني جدا 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 جدا. انا عندي مين اعز من نوع حبيبه قلبي. طب ايه رأي الجميل بقى ان انا مفضيلك نفسي النهارده مخصوص عشانك
وهمر عليكي في البيت ونقضي اليوم كله مع بعض. تحبي بقى تروحي مسرح ولا سينما؟ وكمان يا ستي عشوة فوق البيحة جدعانة في أي مكان تختاري. بابي بقول لك يا سيادة اللواء، ما تخلينيش أحلم وفي الآخر أقعد دور رقبتي. قد القول؟ أنا عمري أخليت بوعد الحبيبة قلبي ساعتين ثلاثة بالكتير وأكون عندك. باي حبيبتي. صباح الخير يا نوح. صباح الخير يا ماما. بتكلمي مين يا حبيبتي؟ ده بابي. انت اللي طالباه ولا هو اللي طالبك؟ لا انا اللي طالباه. ليه؟ عايزه منه حاجه؟ ولا حاجه يا ماما. وحشني، بقالي كام يوم ما سمعتش صوته ولا شفته. قمت كلمته. على فكره يا ماما، احتمال بابا يعدي عليا النهارده، يعني بعد اذنك هنخرج مع بعض، يعني هنروح سينما وبعد كده هنخرج نتعشى سوا. كل ده ومذاكرتك؟ ماما ممكن حضرتك ما تقلقيش. انا اللي قلقان انه لو نسيكي وما جاش ولا اعتذر في اخر لحظه زي ما بيعمل دايما، هتزعلي وتبوزي وتكتئبي وتجيبي لي معاكي اكتئاب، وانا لا ناقصه كآبه ولا وجع قلب. ما تخافيش يا ماما، بابا اكد عليا انه هيعدي عليا. لو حصل بيكلميني قولي لي، انا هبقى في المكتب. يعني لو فات عليكي فعلا وبيلبسي حاجه عليها القيمه، دولابك مليان بدل ما يفتكر ان انا مقصره معاكي. متهيألي يا ماما حضرتك عارفه كويس قوي ان بابا مش بيهتم بالمظهر. انا يهمني، وما تنسيش انك بنت دلال الضبع. طمني يا ماما، بابا عارف كويس قوي المستوى المعيشي اللي حضرتك معيشاني فيه، لو ده يعني اللي حضرتك عايزه توضحه له. تصوري ان انت صوره طبق الاصل من ابوكي. عايزه حاجه قبل ما امشي؟ يعني لو حضرتك ما عندكش مانع. عايزه اعرف سامي ماله. مش شغلك يا ماما لو سمح. قلتلك مش شغلك، حاجه ما تخصكيش. حسين، انت مارست اي ضغوط على عيال دي علشان تعترف؟ العادي يا فندم، لمجرد انعاش الذاكره. معنى كده انه من ساعه ما تقبض عليهم وانت مقرر ومقتنع بينك وبين نفسك ان هم دول اللي ارتكبوا جريمه. وكان ظني في محله يا فندم، واتاكد باعترافهم. وافرض في لحظه من اللحظات انك اكتشفت ان واحد منهم بريء بعد ما تكون اهدرت كرامته وانسانيته بسجنه وسط المجرمين، تفتكر هتقدر تعالج الشرخ والالم اللي هيعيش جواه طول عمره؟ يا فندم الغايه تبرر الوسيله. مفيش غايه ابدا تبرر انك تهدر كرامه انسان وادميته. رائد حسين، دي اخر مره تتسرب بالشكل ده. لو اتكررت هضطر احولك لوظيفه اداريه. تفضل حولهم على النيابه. تحت امرك يا فندم. صباح الخير يا فندم. استاذ غريب اتصل بحضرتك ومنتظر منك تكلمي. رمزي بيه وصل؟ وصل يا فندم من بدري وقعد في مكتبه. ايوه يا مدحت باشا، وحشتنا ووحشت كل حبايبك. ايه بقى ليه مقاطع ليالينا الحلوه؟ لا يعني ده كان المكان مش عاجبك نغير المكان؟
نغير حتى الناس اللي بنسهر معهم كلهم. كل حبايبك بيسألوا عليك، فين الباشا فين الباشا؟ قلت بقى أنا أسأل عليك واطمن. لا 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 يا باشا، شغل إيه اللي ياخدك من نفسك؟ العاقل يدي شغله حقه ويدي نفسه حقها، أي زي ما أنا بعمل. على العموم أنا بقى هستناك الليلة دي في المعادي، السهرة هتبقى صباحي وعالية قوي. وعلى العموم هتكون على الضيق خالص خالص علشان تاخد راحتك. ايوه باشا. ايوه بس الحقيقة في موضوع صغير كنت هحتاجك فيه. ليا صديق عزيز له مشكلة كده، عايز ابقى اسألك على تفاصيلها. لا بجد يا غريب دي كده حصل. يا راجل اقول لك بعتلك هدية، تقول لي ايه المناسبة؟ يا سيدي اعتبرها تعبير عن شكري لأفضلك علي وعلى شركاتي. هدية عيد ميلادك اللي ما عزمتنيش عليه. عربون محب. او ماله، انا عايزة اقولك على حاجة، الهدية دي ملهاش دعوة باتفاقنا. ايوة فوق البيعة يعني. على كل حال فوتنا السكرتيرة بتاعتي جاية لك في السكة بالهدية، وحستنى تليفونك عشان تقولي عجبتك ولا لا. الهدية. اوكي يا روحي، باي باي. جبتي سلسلة مفاتيح الذهب اللي قلتلك عليها؟ وحطيت فيها مفاتيح شاليه الساحل الشمالي. والعقد اللي مكتوب باسمه؟ اتفضلي، وموثق في الشهر العقاري. هتاخدي العقد والمفاتيح وتروحي له، هو في مكتبه في البنك. تقدمهم له مع ابتسامه، ضحكه ما فيش مانع، اكتر من كده ممنوع، احنا شركه محترمه. اتفضلي. دلال. نعم. البنت اللي اخوكي سامي صدمها بالعربية ماتت، والبوليس عرف نمرة العربية. بتقول مين؟ السيدة دلال الضبع واخوها يا فندم. حسين سيبني شوية دلوقتي وبرجع لي بعدين. تؤمر سعد. خليهم يدخلوا. تؤمر سعد. اهلا وسهلا. اهلا يا دلال. صباح الخير يا اهلا يا دلال. ازيك؟ اهلا يا رمز. اهلا بيك يا دلال. اتفضل اتفضل. تشربوا ايه؟ انا قهوتي مظبوطه دلال. انت عارف قهوه اتنين قهوه مظبوط، وانا كمان هات لي قهوه. اتفضل 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 يا رمز. اتفضل. اهلا يا دلال. خير؟ مش عادتك تجي لي مكتبي. نهى مالها، في حاجه؟ نهى كويس، ما انت عارف انت مش لسه مكلمها واتفقتوا انك هتعدي عليها وتقضوا اليوم مع بعض؟ ده اللي قلتولي بعد ما كلمتها. بالمناسبه يا عزت، يا ريت تهتم بنها وتديها من وقتك اكتر من كده. شيء جميل جدا ويسعدني اني احس باهتمامك كأم بمشاعر بنتك، بس افتكر انا كأب مش محتاج حد ينبهني لواجباتي تجاه بنتي. طبعا. اللي ما تعرفوش بس يا عزت ان نهى بقت حساسه زياده عن اللزوم من يوم ما انفصلنا. هذا دلال، علشان كده انا بكلمها كل يوم تقريبا، وساعات كتير بنتغدى او نتعشى سوا على قد ما اقدر. ايه يا جماعه، احنا هنعيده دلوقتي نتكلم في الموضوع اللي احنا جايين علشانه. يكون احسن برضو. خير. سامي يا اخويا، وناوي على ايه يا مهران؟ اي شغلانه عيش منها انا وامي واختي، واي حاجه تخرجوا من الهم والنكد اللي هم فيه. شغلانه فين؟ هنا في مصر؟ لا، في بلاد بره بتاعها. يا ابن عبد الدايب، هي مصر كانت ناقصاك انت كمان؟ وهتتنيل تشتغل ايه في مصر؟ انت هتسددها بوش كده ليه من اولها؟ وانا قلت لك يعني عايز اقعد على مكتب. انا عايز اي شغلانه، اي شغلانه اعيش منها، ان شاء الله حتى بياع سريح على رصيف.
مش لو لقيت مكان فاضي على الرصيف اللي فيها مكفيها يا ابن عبد الدايم. خلاص جات علياني الارزاق خلاص اتقسمت واني ماليش مناب. يا اخي ما تيأسنيش، ما ديك عايش اهو. يا مهران يا اخوي انا بتضلين اتحصلت على الشغلانه دي بار نتن زي ما انت شايف. لو بصيت في وش زباينه لحظه واحده يجيلك اكتئاب وتكره اليوم اللي جيت فيه مصر. لكن ايه اللي رمك على المر؟ يعني ايه؟ اخدها من قصيرها وارجع النجح وابقى زي اللي اتولد ميت؟ لا لا يا فتيحه، انا ليا حق على الدنيا دي عليها وعلى ناسها وحتما ولا بد اخده. توك ما افتكرت ان ليك حقوق على الدنيا وناسها؟ توك ما افتكرت تسيب المدعوج الناجح ده اللي كان المفروض تسيبه في اليوم اللي اتولدت فيه؟ الرزق والجوت على الله، لكن على العبد يسعى، والحر لو ارضه ظلماه يفارقها والدنيا واسعه. اه ده اللي انا باخده منك، كلام الشعرة واحلامهم. زمن الشعر والشعرة انتهى خلاص يا شاعر، لساك بتكتب اشعار؟ يعني اهو بنفذ بيها عن روحي، بتخليني كيف الطير بجناحين برفرف بيهم في السماء عالي فوق فوق همومي. يدبرها الكريم، المهم دلوقتي ندبر لك بياتة وحتة تهويك. لا مؤاخذة يا مهران يا اخوي، انا عايش في اوضة وصالة انا ومرتي وثلاث عيال. يعني ايه؟ انا في الشارع عيال؟ انت هتتزرزر عليا من اولها. يلا هتنير وادبرها لك. ايه فطرت؟ قالوا له يلي ابوك مات من الجوع. قال لهم يعني هو كان لقى الاكل وما كلش. هفطرك يا هم التقيل. هتفطر يا عم شطه؟ اكلت لقمه قبل ما انزل. ده الفول النهارده على حسابي. كده يبقى اكل معاك لقمتين. قال له بقى اكلت عيش وملح مع بلدياتك. اصيل يا عم شطه، بس ما تحفش. انا اسف يا مدام دلال، انا اسف يا استاذ رمزي. انا مش فاهم ازاي انتوا تصورتوا ان ممكن اساعدكم انكم تتخلصوا من جريمه زي دي. ازاي تصورتم ان ممكن اخالف واجبي وضميري واستغل نفوذ وظيفتي علشان اخفي معالم جريمه ارتكبها اخوكم الطايش ده؟ للدرجه دي حياه الانسان عندكم بقت رخيصه كده؟ جريمه قتل عايزاني اساعدكم في اخفائها ولا كانها كانت؟ حيلك يا ست اللواء، جريمه قتل ايه اللي بتتكلم عنها؟ دي مجرد حادثه عربيه عاديه بيحصل زيها في مصر كل يوم 10 مرات، مش قتل مع سبق الاصرار والترصد. اي ما يكون توصيفك ليها فهي جريمه. انسانه بريئه دفعت حياتها ثمن ليها، واللي ارتكبها لازم يعاقب. يا سياده اللواء، حتى لو كان اللي ارتكب الجريمه ده خال لبنتك، بنتك الوحيده، يعزت بيه سامي في مقام ابنك برضه. لو بنتي نهى هي اللي ارتكبت الجريمه دي، انا بنفسي اللي كنت هسلمها للقانون. ما تنساش يا رمزي اني ضابط بوليس. قلت لك ما فيش فايده من زيارته، ده بني ادم عايش بمثاليه كدابه، عايش في دنيا غير دنيتنا، رافع شعارات ومبادئ ما عدلهاش وجود في زماننا. ليكن يا مدام، على الاقل انا عندي مبادئ ومؤمن بيها، واهمها ان حياه الانسان لازم تحترم. سياده اللواء، لو سامي اخويا ارتكب الجريمه زي ما حضرتك بتقول، وكانت دلال اختي لسه على ذمتك، قصدي يعني لسه مراتك، يا ترى كان هيبقى ردك نفس الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي؟ تلميح سخيف يا استاذ ومرفوض. انا ما بصفيش حسابات مع الهانم اختك، احنا كنا متجوزين وفصلنا زينا زي اي اتنين كانوا متجوزين وما توفقوش مع بعض. ومهما كانت الأسباب اللي أدت لانفصالنا، أنا لا يمكن أنسى أبداً إنها أم البنت نهى، ولا يمكن أحمل لها ضغينة في أي يوم من الأيام، لو كان ده اللي تقصده بسؤالك، وأكيد ده قصدك. اسمعوا نصيحتي وخدوا أخوكوا سامي وسلموه. لا مش هيحصل يا سيادة اللواء، محدش هيلمس شعرة من راس أخويا طول ما أنا عايشة. مفيش حد فوق القانون يا مدام. هنشوف عن اذنك. يلا يا رمزي. انا مش قادر اعرف ازاي انت مستحمله اللي اسمه عزت ده. مش جايز العيب مش فيه. عيب ايه؟ ده انسان عايش في دنيا تانية خالص ولا داري باللي حواليه. عزت صح في زمن غلط يا رمزي.
دلال مفيش داعي للفلسفه دي، خلينا بقى في الورطه اللي عاملها لنا سامي اخويا، هنخرج منها ازاي؟ ما تقلقش هطلعه منها، مش علشان بحبه لا، عشان زهقت منه، ده انا الود ودي احطه على حبل المشنقه بايدي. طب يلا يلا يا دلال يا حبيبتي، ما تنسيش سامي ده اخونا ومحسوب عليكي وعليا كمان. ارحمني بقى من الكلام ده يا رمزي، انا هساعده بس عشان اتحدى عزة هاشم، يمكن يفوق لنفسه ويعرف ان المبادئ اللي عمال يقولها كل شويه دي، تعالى نقعد هنا ما عادتش تنفع في زمان ده خالص. المهم انا شويه كده وهسيبك واروح الشركه، وانت اطلع على الفيلا خد اخوك بشنطه وبهدومه وتوي عندك في فيلتك اللي في المعادي كام يوم. مش عرفك ان انا عندي فيلا في المعادي؟ ايش عرفني ليه؟ فهم اني ما اعرفش حاجه عن حياتك الخاصه بعيد عن مراتك في فيله المعادي وليالي الملاح اللي بتعملها كل ليله والتانيه يا شهريار زمانك. قاعدين معاكي انت فهماني غلط، الفيلا دي انا واخدها مفروشه علشان الزباين اللي احنا بنشتغل معاهم وبس. يا شيخ انا مالي، مش مهم، مش عايز اعرف ليه، المهم تويه هناك لغايه ما اشوف له حل في المصيبه اللي عملها. الو، تحت امرك يا مدام. كلمي لي طلبه المحامي وقولي له يجي على المكتب يستناني لغايه ما اجي، انا شويه وجاي. الغي كل مواعيد ومقابلات النهارده، مش عايز اشوف حد خالص. حتى ميعاد مدير البنك يا مدام؟ الله، هو انا كلامي مش واضح ولا ايه؟ بقول لك الغي كل المواعيد، مش عايز اشوف اي حد. تحت امرك يا مدام. ماشي يا عزتي هاشم، جه الوقت بقى لما نشوف مين الصح ومين الغلط فينا. يا سالم. ايوه يا ماما. قهوتك يا ابني. بصي كده شوفي شوفي اسمي عامل ازاي في الجورنال. طب شيل يا واد الجورنال من هنا عشان اعرف. واد كل ده واد؟ ايوه كل ده واد، وهتفضل في عيني واد لغايه ما تتجوز وتخلف الواد. بصي اسم ابنك ازاي منور صفحه الحوادث. بسم الله ما شاء الله، منور دايما يا رب. امسك قهوتك. قول لي يا ابني، اشمعنى صفحه الحوادث دي اللي انت عايز تكتب فيها؟ ايه رايك بقى يا ماما ان في ناس اول ما بتجيب الجورنال لازم تفتح صفحه الحوادث وتقراها؟ اصل صفحه الحوادث دي هي المرايه اللي بتبين المشاكل اللي في المجتمع، الخناقات والقتل والسرقه. يعني انت يا ابني هتعيش بقيت عمرك في الاقسام عشان تكتب عن الخناقات والسرقه وجرائم القتل؟ يا ست الكل ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. عارفه ماما، اجمل حاجه في الشغلانه دي انها معيشاني في وسط الناس، في وسط همومهم ومشاكلهم. هي هموم الناس هتنسيك تتجوز؟ هو انت مش هتتجوز يا ابني؟ يا ست ايدي على كتفك، هو انت جبتي لي عروسه وقلت لك لا؟ شوفي يا اختي الواد، انا برضو اللي هجيب لك العروسه. مش انت اللي عايزاني اتجوز؟ اعمل ايه؟ نفسي افرح بيك يا ماما. يا حبيبتي كل شيء باوانه، وبعدين الجواز ده نوع من انواع القضاء والقدر، ما حدش بيعرف يجي امتى ولا ازاي، عشان كده بقى تلاقي العاقل اللي زي يقول ايه؟ يقول ربي لا اسالك رد القضاء بل اسالك اللطف فيه. انت بتاخدني على قد عقلي ها؟ طيب لك خلي ترد عليه. طب ايه راي حضرتك بقى ان انا كنت هعدي عليه قبل ما اروح الشغل؟ ماما بقول لك ايه، ما توصي عليا يلافيني باي قضيه من القضايا السقع اللي بيحقق فيها. وهو خالك محتاج توصيه من حد؟ ايش حال ما كانش هو اللي مربيك بعد موت ابوك الله يرحمه؟ هو ده اللي هيجنني يا ماما، اول ما اروح له مكتبه يبص لي ولا كانه يعرفني ويتعدل كده ويقول لي ايوه سالم عايز العرب، تعرف لما خرجت من وشي دلوقتي جوزها ساكر الموج بره. هو اخويا كده دايما جد، يحب الجد، بس على قد ما هو طيب وحنين على قد ما هو عند الحق ما عندوش مجامله. حق ايه يا ماما؟ هو انا متهم وعايز البراءه؟ ده هم شويه معلومات عن اي قضيه بيحقق فيها. طب مش جايز يا ابني المعلومات دي تضر بالقضيه، تسيء لحد، تاذي حد؟ هو كده بيخاف. بس بقول لك ايه يا ابني، هو طول عمره كده صح، يحب الصح، ما يعملش الا الصح. عايز كلام امك بقى؟ خش عليه كده وانت لطيف وظريف وقول له كلمتين حلوين وهو هيقول لك كل اللي انت عايزه ما دام ما فيش ضرر. وبالمره بقى قول له ماما عزمك على العشاء وهتعمل لك الاكله اللي نفسك فيها، ويا ريت يجيب نهى معاه، البنت وحشاني قوي. ويا ريت حضرتك تسيبي القهوه اللي انت عاملاها لي عشان اشربها قبل ما اروح الشغل. شوفي يا اختي الواد، هو بقى هرجع لك البيت. اتفضل يا ستي كملي. عايزه حاجه قبل ما انزل؟ عايزه سلامتك يا حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله.
روح ربنا يفتحها عليك دنيا واخره يا رب. ربنا يخليكي يا ام الولد. ام الولد مش لما تجيبه؟ انا هجيبه لك معايا وانا جاي ان شاء الله. ولا صباح الفل امين عرف. اهلا سالم بيه. سيادة ليه جوه؟ موجود بس بعد اذنك اديله خبر. اديله خبر اديله خبر. سالم بيه عز العرب يا فندم. مال واقف بره ومستني الاذن من سيادتك لمقابلتك. وده عايز ايه ده كمان؟ معلش يا فندم. خليه يدخل يا سيدي. تؤمر سعادتك. اوعى تقول لي عنده اجتماع ولا حاجه. لا اتفضل سعادتك. متشكر. شكرا. صباح الخير معالي الباشا. صباح الخير سياده اللواء. صباح الخير يا سيدي. نعم. يعني محرر في صفحة الحوادث وجاي قابل رئيس مباحث الجيزة، هيكون عايز ايه سعادتك؟ شو بقول لك ايه؟ انسى انك تعرف مني اي خبر او تعرف تفاصيل اي حادثة، انا مش فاضي للكلام ده. في مكتب صحفي دي مهمته. وبعدين يا اخي ما تروح تلف على الاقسام وتعرف ايه اللي بيجرى فيها، زيك زي بقية محررين الحوادث، ولا انت يعني اللي على راسك ريشة؟ اللي تشوفه باشا امرك. تشرب ايه بسرعه مش فاضيله. لا باشا ملوش لزوم، انا اصلي قبل ما انزل الصبح الست الوالده عملت لي فنجان قهوه يعدل الدماغ بصحيح. يبقى احسن برضو. متشكرين نعرف خلاص مش عايزين حاجه. فكرين الست الوالده باشا وانا نازل الصبح سالتني قالت لي رايح على فين يا سلمتي؟ يا ايه يا اخويا؟ يا سلمتي. سلمتي؟ يا باشا انا اصلي ابنها الوحيد وهي بتحبني قوي. قالت لي رايح فين؟ رايح فين بدري كده؟ قلت لها انا رايح الشغل الجورنال يعني، بس في السكه عدي على خالي حبيبي. على خالك؟ خالي حبيبي. لا خالك دي عندكم هناك في البيت عند امك، هنا انا اللي هو عزة هاشم. مفهوم؟ مفهوم يا باشا اللي تشوف. بس على فكره بقى سيادتك انا ما كنتش جاي اخد خبر زي ما انت فاهم، انا كنت جاي اقدم لك خدمه واضح ان حضرتك مش محتاجها. خدمه ايه؟ رساله من والدتي بتقول لك فيها يعني انها يعني انها يا ده انت يا ولا انها ايه؟ واضح ان سعادتك مستعجل وانا مش عايز اعطلك بقى. انت هتنطق ولا اديلهم امر ما يدخلوكش مبنى مديريه الامن ده تاني؟ لا 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 وعلى ايه؟ لا هقول على طول اهو، بتقول لحضرتك ان هي عامله لك انت ونوها كل اللي طلبتوه. محشي ورق العنب وطاجن باميه بالموزه البتلو. العزومه دي جت في وقتها. متفق انا ونوها ان احنا نتغدى سوا النهارده، وبعدين نوها بقالها كام يوم كده بتزن عليها عشان تشوف عمتها. طب بالنسبه بقى لسعادتك للاخبار اللي كنت هتقولي عليها ايه هي بقى؟ انت هتساومني يا ولا؟ قوم يا واد تنزل من هنا. قوم يا واد مالكش دعوه، سيبهم زي ما هم. حاضر يا باشا. غور بقى، غور من وشي بقى. حاضر يا باشا هنزل. يلا تحت امرك يا فندم. انا هنزل بقى اخد لفه كده يمكن ربنا يكرمني بخبر هنا ولا هنا لغايه لما رجلي تحف، وقابل سعادتك بالليل بقى مع طاجن الباميه والورق العنب وكل الحركات دي. يلا يا سيدي المركب اللي تودي. مع السلامه. ربنا يخليك لينا. يلا بقى اتحرك. حاضر يا باشا. حاضر. سامي فين؟ في قطة ساعدت البيت. طبعا نايم ولا على باله. يا خير. ولا حاجة بعدين هقول لك بعدين. يلا حبيبتي. فيها ده بالظبط. والله يا نهى يا بنتي ما أنا عارفة. ربنا يستر. الله يقطعك يا شيخ. قوم يا ولد. قوم بلا جدع. قوم لا قوم يا بني ادم. قوم البوليس زمانه جاي لك دلوقتي. انت بتقول بوليس؟ امال ايه؟ فرقه حسب الله نمره العربيه عرفوها واذن النيابه طلع والبوليس زمانه جاي يقبض عليك. قوم لم هدومك يلا. هو انا مش عايشه معاكم في البيت ده؟ ماله سامي؟ انا رايح عشان استخبى في مش وقته. نهى حبيبتي بعدين هنشرح لك كل حاجه. المهم دلوقتي سامي لازم يسيب البيت فورا لان ما عندناش وقت. واذا حد سالكم عليه قولوا ان انتم ما شفتوهوش، قولوا يعني ان هو سافر الغردقه شرم الشيخ اسكندريه. ها فهمان يا حبيبتي؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. معلش يا حبيبتي انا او مامتك هنفهمك كل حاجه. احنا دلوقتي مستعجلين مفيش وقت. يلا يا سلام. سامي.
سامي طبعا. ايوه اتفضل معانا. وتمر ليلة ويوم، ويوم وليلة تمر، وانت لا جالك نوم، وانت لا جالك نوم، وانت لا جالك نوم، ولا طفت غير المر. واقف ما بين طريقين مجبور وبرضك حر، محتار خلاص لك.